نطالب التحالف الدولي بإكمال عملية تحرير دير الزور. نحن أبناء دير الزور لم نقم بالثورة من 9 سنوات لإكمال الهلال الشيعي. نحن أبناء دير الزور قمنا بالثورة لأجل سوريا ودير الزور، ولكن قلبت الثورة لأجل الهلال الشيعي واستولوا على مناطقنا وبيوتنا، وصار لنا 9 سنوات مهجرين مدمرين ومشردين. هون الوظائف إلا بواسطة، ما بي عندك واسطة، واسطتك رب العالمين لا وظيفة ولا شيء. لا تقدرون توظفونا ولا تقدرون تحررون مناطقنا. دعمونا بالسلاح والعتاد وإحنا أبناء دير الزور نحرر مناطقنا بإيدنا وعلى دمائنا. نطالب من التحالف الدولي أنه يكمل مناطق تحرير دير الزور بالكامل، يعني حرر هو قسم وخلى قسم. نحن أبناء دير الزور المدينة مهجرين صار 9 سنوات، والشيعة والنظام مستملكين بيوتنا ويأخذنا بالقوة وعاملين حسينيات طائفيات جوا، شايف؟ يعني نطلب من التحالف الدولي إذا ينتهي دعمنا بالسلاح بالعتاد، نحن بنفسنا أبناء دير الزور ونفوت نحرر المدينة. مطالب من التحالف الدولي إنه يشيل لنا إيران بالكامل. إحنا اليوم قمنا بالثورة، 10 سنين صار لنا قايمين بالثورة، وعلى البرد المستريح يجون إيران يستحلونه، هذا ما يمشي الحال. نطلب من التحالف الدولي إنه يشيل لنا إيران ونرجع لبلادنا. وإحنا اليوم صار لنا مهجرين 10 سنين، 10 سنوات مهجرين. نطلب من التحالف الدولي إنه يشيل لنا إيران أو يدعمنا، وإحنا بدمائنا نفوت على مناطقنا ونشيل إيران مناطقنا ونقعد ببيوتنا ونرجع أهاليتنا ويازي عادينا. هاي المناطق عاد نريد نرجع إلى مناطقنا، إحنا أولى بها. اليوم إحنا مهجرين. بالنسبة للتحالف الدولي، اليوم إحنا بالنسبة للكومينات وما كومينات إحنا ما قاعد نشوف خالص. كومينات كلياتهم على خطأ، يبدون عالم عن عالم، تمام؟ ما قاعد لا يمرون لا كذا لا أي شيء، لا خيو معيشة خالصة بالمرة. المعيشة بالنسبة للمعيشة خالص بالمرة. معيشة العالم ميت من الجوع، الأطفال الكذا. نطلب من التحالف الدولي إنه يدقق على هالمواضيع هاي، يدقق مصبوط ويدعمنا. نطلب منه إنه يدعمنا.